مثالي هو الاول تاب عشان انا عم اقفل يا عم ما قلت لك يا عم لا عربيات وفلوس دنيا تاني ربنا يكتبها لك يا رب. انا مش مذاكر بس ان شاء الله هنجح على زي ما قال حمو بيكا. ما انا عايز افهم ايه البتاع اللي انت لابسها دي عشان عندي صداع. انسان ميت الميت اهو الميت اهو الميت اهو حبيبه ميت. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس وما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات على افكار جديده عايزين تشوفوها في الفيديوهات الجايه. يلا بينا نشوف يلا بينا نشوف. دلوقتي لو نفترض انك نمت وصحيت لقيت نفسك رئيس جمهوريه، ايه اول قرار هتاخده او اول حاجه هتفكر انك تعملها؟ ما جربتش اقول انا اكون رئيس جمهوريه. ما انت مش هتجربه في الواقع فانا بخليك تجربه في الخيال. عيش تقمص الدور دلوقتي. لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ ما بعد الرئيس طيب طبعا عبد الفتاح السيسي طيب عشان ايه؟ ما نتشال وحش. فهكون مكانه مثلا اول حاجه هعملها مبدئيا اكيد طارق شوقي. انت راجل مش جدع. ليه؟ ما بحبوش. حبه حبيته من قلبك حبيته. والغي التعليم اسيبه يعني هو بالايه؟ بالفطره كده الواحد عاوز يتعلم يتعلم مش عاوز يتعلم ما يتعلمش. اللي عاوز يتعلم يتعلم اللي عاوز يروح يتفضل. الغي الدراسه. تلغي الدراسه؟ الفشل ده هو كده. طب غير انك تلغي الدراسه او بعد ما تلغي الدراسه هتعمل ايه؟ مش عارف ازاي؟ لحظه انت معايا ولا غياب النهارده؟ هعمل ايه يعني؟ استاذ النهضه؟ لا لا يا باولو باولو ما انتش يا باولو. ناوي اشيل طارق شوقي ان شاء الله، اول حاجه طارق شوقي واخلي كل حاجه بسيطه. اقدم اللي احنا كل حاجه ناقصه في البلد اعملها، احاول اعملها. مش هرحم الشعب المصري. ده انت خنزير. مش هترحم الشعب المصري ليه؟ انه شعبي مش بيعجبه العجب. ازاي بقى؟ يعني بقينا حلوين برضو مش هنبقى مش هيعجبوا، بقينا شنين مش هيعجبوا، في كلا الحالتين مش هرحمهم بقى. مش هترحمهم بقى ازاي؟ ناوي تعمل ايه؟ قول لي عن خططك الشريره. هكبر دماغي من الشعب المصري. يعني تبقى رئيس وهتكبر دماغك من الشعب المصري ازاي؟ ده اجباري لازم تفكر في الشعب المصري. والله بقى ديت كل واحد ليه سيستم هيمشي عليه. انت السيستم بتاعك غير انك تكبر دماغك. غير ان انا اكبر دماغي برضه هكبر دماغي. طبعا هساعد الناس الفقيره اللي موجوده في البلد وهطور من حال البلد. بدل يعني الحياه اللي احنا عايشين فيها دي اصل البلد محتاجه حاجات كتير. محتاجه جزاء زي ما انت بتقول كده. هغير من اساسات البلد. هتغير من اساسيات البلد ازاي؟ كان من ناحيه كتعليم وترميم طرق والكوره والمناوي وكل الحاجات دي. اجدد الطرق المتكسره. ايه اجدد الطرق؟ انت مشلول ولا ايه؟ هظبط البلد. زي ايه؟ هتظبط فيها ايه؟ زي طرق شوارع نظف الزباله دي وخلي الشعب كله مرتاح اللي هو كل واحد تبقى رئيس طيب كده. ايوه لازم اكون رئيس طيب يعني عشان الشعب يحبني ماشي كلوني بعدين مثلا. التعليم يعني الواحد يهتم بيه. يعني انا ان شاء الله البلد هتخرم يعني فاهم انت؟ فانا مش عارف صراحه ابدا بيه بس يعني انا اول حاجه ابداها زي ما الراجل المحترم ده قال ان انا مثلا اسيب التعليم زي ما كان على ايام ناس كتير ان هو التعليم بالتعليم يبقى مرتاح. التعليم حاجه تبقى مرتاحه مثلا الدروس الحاجات دي كلها الغيها ان انا دلوقتي ابدا اعمل حاجات كتيره اطور بها التعليم والصناعه ابدا اطور الصناعه ابدا ان انا مش هاخد حاجتي من بره. شكلك مثقف. ايوه ان انا مش هاخد اي حاجه من بلد بره يعني مثلا حاجه زي الانترنت ده بيجي لنا من كابلات من بلاد اوروبا لا انا عايز النت ده يجي يدخل مصر. ارخص الاسعار عشان تبقى الحاله حلوه الحاله الاجتماعيه حلوه للناس. تاني حاجة طرق عشان الحوادث والسكك الحديدية عشان القطارات وكده وظبط التعليم والصحة عشان الناس تعيش في حياة جميلة. ألغي التعليم طب. ألغي التعليم إزاي؟ اللي هو مش عايز أتعلم أصلا فأنا بالتالي هلغي التعليم وأوفر على كل الطلاب اللي هم يتعلموا. غير إنك تلغي التعليم رئيس جمهورية بقى. أوفر مواصلات. مش هعمل حاجة للدولة. خلص؟ زي ايه بقى؟ تعمل ايه لنفسك؟ يمكن تعمل لي معاك قصور. انا اللي بعيشك الحلم اهو. قصور وفلل وكل حاجه. اي حاجه كلها هستخدمها اخلي الصناعه اساس واحد، اخلي التعليم اساس واحد، اخلي البلد تنمو بحاجتها. مش هحتاج حاجه من بره زي ما الصين عملت زي ما اي دوله عامله. ان احنا مش قليلين، احنا ناس كتير واحنا ايد واحده وممكن نقوم وممكن نعيش وممكن نعمل اللي احنا عايزينه، بس مش في قانون ومش في التزام من الشعب ذات نفسه. مش هقول الرئيس ولا هقول اي حد، لا الشعب. الشعب هو يعني مثلا الزباله ان انا رحت السعوديه مع بابايا هناك وكده مش كان في يعني
الشعب ملتزم. يعني انا معايا حاجه بشربها ولا معايا حاجه باكلها بمسكها ارميها في الباسكت هناك، يعني فاهمه ان انا مش ارمي في الارض وخلاص، ان انا اوسخ البلد. والشباب بتنبسط برضه، اهم حاجه الشباب تبقى اهم حاجه. فتره اللي هي الازر دي الغيها خالص، اصلها ماشيه كورونا مش كورونا، هي ماشيه عادي، ننزل واحده بالليل اتنين الصبح عادي مش فارقه. فنلغي فتره الحظر ونسيب كله ينزل براحته، شباب وبنات كله ينبسط، مش ما خليش حد محتاج حاجه. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. مش في اي حاجه شخصيه ليك ان انا انهب الدوله؟ ايه انهب الدوله؟ اباحها حرامي. حرام؟ عايز تبقى حرامي؟ لا انا مش هبقى حرامي، انا هبقى شيخ الحراميه منصب اهو. تتوقع انك هتعيش الشعور ده في يوم؟ لا لا ما اعتقدش. طب ما انا بعيشولك اهو في الواقع، يعني بعيشولك في الخيال اهو. ايوه في الخيال. اه تخيلك بقى هيوصلك تعمل ايه تاني؟ مش في طموحات خالص. انسان بلا طموح بلا هدف.